ولسه مكملين مع حضراتكم من داخل العرض الخاص لفيلم الفلوس، واللي كتبه المؤلف محمد عبد المعطي، واللي قدم للسينما مجموعة من الأفلام زي طبعا سكر مر واللي تم تقديمه في 2015. أما للدراما التلفزيونية فقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية، كان أبرزها الأسطورة ونسر الصعيد واللي قدمه مع الفنان محمد رمضان. قدم أيضا للفنانة والنجمة غادة عبد الرازق مسلسل أرض جو. قدم أيضا في رمضان السنة دي مسلسل حكايتي. فيلم الفلوس بتدور أحداثه في إطار كوميدي حول سيف النصاب المحترف، واللي بيستعين به طبعا عدد كبير جدا من الأشخاص عشان يحاولوا أن هم ينصبوا، لكن بطرق جديدة ومختلفة. أيضا بتتواصل الأحداث في إطار مجموعة من الألعاب والحيل الكوميدية. تعالوا مع بعض نشوف حاليا لقائنا بالفنان محمد الجوهري والموسيقار الكبير هادي مهنا من داخل العرض الخاص لفيلم الفلوس، وارجعوا لنا مرة كمان. تامر ده عشة عمري واخويا وصاحبي اكتر من 20 سنة يعني. انا ان شاء الله في فيلم معاه، مش انا، بطولة تامر حسني طبعا، بطولة الاستاذ ماجد الكدواني نجمة شهير وحالة شيحة، ومعانا كمان المخرجة الهايلة سارة وفيق، وموضوع جامد قوي ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. الف مبروك، والحماس الشبابي ده يدوم لنا ان شاء الله، ونشوفك بقى في مسلسل.